أهلا بحضراتكم من جديد. في مدينة المنصورة، ومدينة المنصورة مدينة قديمة جدا، تاريخها يعود لأكثر من 800 سنة، والمدينة مليانة بالتراث والمباني الأثرية، وفي إطار رؤية مصر 2030 لتوثيق التراث المصري ورفع وعي المواطنين بأهمية تراثنا الموجود في كل محافظة من المحافظات. الجديد من جامعة المنصورة أن تم إنشاء خريطة تفاعلية للمباني التراثية والأثرية بمدينة المنصورة عن طريق نظم المعلومات GIS، اسمه نظم المعلومات الجغرافية. لو تابعنا مع حضراتكم الكلام عن الموضوع ده، وتحديدا المباني اللي بيتضمها مدينة المنصورة، عندنا قصر الإسكندر، وعندنا قصر محمد بيك الشناوي، ومدرسة العائلة المقدسة، كلها نماذج للمباني التراثية العظيمة اللي مهم جدا أهالينا يبقوا عارفين قيمة المباني دي والحفاظ عليها في رؤية مصر 2030. المزيد بينضم لينا عبر الهاتف الدكتورة إسراء محمد العزب، مدرس بقسم العمارة كلية الهندسة جامعة المنصورة. دكتورة أهلا بيكي معنا يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ يوسف، أهلا بشكر حضرتك لي تحت الفرصة للمداخلة. ده حقك يا فندم وحق جامعة المنصورة اللي دايما كل فترة كده وكل يوم بتفاجئنا بحاجة جميلة. موضوع الخريطة التفاعلية للمباني التراثية والأثرية، يعني المصطلح ده نبسطه أكتر للمشاهد. تمام، وأولا إحنا فريق بحثي من قسم عمارة بكلية الهندسة جامعة المنصورة، ومعنا كمان أستاذة دكتورة نهاد شعبان من قسم الآثار بكلية آداب. أيوة. إحنا المشروع يعني كان هدفه إن إحنا نوثق ونحصر المباني التراثية والأثرية في مدينة المنصورة من خلال إن إحنا نعمل حاجة زي خريطة تفاعلية بنحط عليها المباني دي بكل صورها والمعلومات الكاملة عنها، زي رقم التسجيل بتاعها، عدد الأدوار، الطراز المعماري وغيره، بحيث يكون في قاعدة بيانات كاملة لكل مبنى، ويكون متاح لأي حد إنه يقدر يدخل على الخريطة دي من خلال مثلا موقع جامعة المنصورة أو من خلال تطبيق على الموبايل، يعني أبليكيشن مثلا على أندرويد أو كده، ويتفرج على المباني دي ويعرف عنها أكتر، يعرف كل تفاصيلها ويقدر إن هو يشوف هيوصل لها إزاي. وطبعا التطبيق ده هيكون مجاني ومتاح لأي حد. يعني الفكرة جت امتى لحضراتكم في الجامعة؟ والله احنا كان هدفنا زي ما قلنا لحضرتك عايزين ان احنا نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، نعرفهم بتراث مدينة المنصورة، لقينا ان في ناس كتير ما عندهاش فكرة في مصر عن تراث مدينة المنصورة وحضارتها اللي هي بتعود يمكن 800 سنة أو أكثر. احنا عندنا في المنصورة حوالي 140 مبنى تراثي مسجل، سواء تبع وزارة الآثار أو تبع جهاز التنسيق الحضاري، فكنا كمان عايزين إيه الناس تعرف عنهم أكثر، بالإضافة طبعا لأن المشروع بيتماشى مع رؤية مصر 2030 زي ما حضرتك وضحت. مدينة هدفنا اتفضلي يا فندم. هدفنا نزود وعي المواطنين بالموارد التراثية والتاريخية الموجودة، وطبعا برضو بتماشى مع رؤية الجامعة المنصورة، يعني على طول بتضع قضية التراث ضمن أولوياتها. يعني احنا عندنا داخل مدينة المنصورة 140 مبنى تراثي وتاريخي. مظبوط. طب احنا عايزين نوعي الناس ليه يا دكتورة إسراء؟ والله لازم الناس يكون عندها وعي بتاريخها، ده تاريخنا، وعايزين هل في مشاكل حصلت للمباني دي مثلا؟ في مشاكل طبعا كتير بتحصل، في تعديات كتيره غير قانونيه بتحصل على المباني دي، في اهمال، الناس ما عندهاش وعي يمكن بقيمه حاجات زي كده. احنا في طلبه بتبقى في مدارس اللي هي مباني اثريه اصلا ومش عارفه قيمه المكان اللي هي فيه. مظبوط. طيب نوصل لدول ازاي؟ يعني لو طلبه في المدارس، خلينا نتكلم على المستوى ده تحديدا، يعني لو طلبه في المدارس او طلبه في الجامعات وكل الناس، احنا هدفنا ان الابلكيشن ده يكون سهل في التعامل، احنا عايزينه يكون ابلكيشن على الموبايل عشان اي حد يقدر يفتح الابلكيشن يتعرف على كل المباني اللي موجوده في المنصوره، يشوف المبنى ده تفاصيله ايه، يعرف قيمته، يعني الخلفية التاريخية بتاعته، مين اللي كان عايش فيه وليه له أهمية وإيه وظيفته أصلا المبنى ده. إحنا عندنا مباني في المنصورة من كام سنة تقريبا؟ في مباني من أكتر من 100 سنة، عندنا مباني كتير جدا في المنصورة، يعني أمثلة مثلا إحنا بنقول مسجلة 140، ممكن يكون أكتر. يعني ده عدد المباني، لكن مثلا يعود تاريخها مثلا 100 سنة أو 200 سنة مثلا؟ أكتر كمان. طيب
لكن اللي محتاج يعرف ده بيلجأ للتطبيق او من خلال البحث عن الخريطه التفاعليه للمباني الاثريه والتراثيه أيوة. هو بمدينه المنصوره. المشروع بتاعنا ده اصلا هو كان ضمن المشروعات البحثيه التنافسيه اللي فازت بتمويل من حساب صندوق البحوث في جامعه المنصوره، يعني هو مشروع ممول جميل تمام. على حساب جامعه المنصوره. يعني هي دعوه طبعا للكل سواء في مدينه المنصوره او المدن الثانيه في كل محافظات مصر للحفاظ والوعي بقيمه المباني التراثيه والاثريه. دكتوره اسراء محمد العزب، مدرس بقسم العماره كليه الهندسه جامعه المنصوره، انا بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا.